هي هذا حرام حرامي يا يبوق عمارة عمي ومجبل اروح حق ضبها قبل يبوق شيء من حاش. تعال 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 والله حرامي كم يبوق العمارة حرامي ويبي يبوق عمارة عم ابو مجبل عبيد ايش قاعد يسوي عمارة ابو مجبل يا الحرامي لا 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 عم محمد انا مو حرامي انا ما بك شيء اي ايش قاعد يسوي في عمارة ابو مجبل تحت شيء المسي على وجهك هذا واحنا مو مقصرين معاك في السوق يلا اخرتك قاعد تبوقنا لا 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 عم محمد حرامي فتش باب عمارة عمي ابو مجبل وركضت له وقربته ودزني من حاش هين هين باكر عن كبير السوق ومعلمه عنك اوريك لا عم محمد لا الا كبير السوق الا كبير السوق وعمي ابو مجبل لا تقول لهم شيء اضرب عني عم محمد انا مو حرامي انا فقير عتال مو حرامي انا ما ابوق عبي ابو محمد انا من امس قايل في شيء ابي اخذه لكن اشغلتني قلت البضايع لعبيد العتال لو يدني ناسي الدراهم كان كسر الباب وخدهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحين شو أسوي رحت المسجد بصلي أكيد العم أبو محمد صر السالفة بدل العم أبو مجبل والشيخ راشد وأنا عارفه عارفه إنسان جاسي وما ندب شيء هذا شي اللي طيحني بلسانه ويدينه هالقرادة مقرود